الكبار ومفاجآت كأس العالم بشوط إضافي. صار وقت نرحب بوسيم. شو بدك تبشرنا اليوم وسيم؟ امبارح بشرتني بنتيجة ألمانيا. مساء الخير روان، مساء الخير محمد. لحد الآن يعني اليوم في مباراة مهمة للمنتخب العربي التونسي، مباراة مع منتخب إنجلترا الساعة 9، هاي أهم مباراة لليوم بالنسبة للعرب. في مباراة ثانية كمان لمنتخب كتير قوي بيضم كتيبة من النجوم، منتخب البلجيكي عم يلعب حاليا مع منتخب بنما. أيضا كمان انتهت مباراة السويد وكوريا الجنوبية بفوز السويد بهدف دون رد الساعة 3 كانت هاي المباراة. خلينا نروح نتابع آخر الأخبار معكم ومع المشاهدين. مساء الخير مشاهدينا. يفتتح منتخب بلجيكا مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة بنما في المباراة التي تجري الآن ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة، وتشير النتيجة إلى الآن بتقدم بلجيكا بهدف واحد، وتبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب البلجيكي لتحقيق الفوز وبعدد وافر من الأهداف في مباراة اليوم في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها، وتواجد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا وإيدن هازارد صانع ألعاب تشيلسي بجانب الحارس كورتوا المحترف في صفوف البلوز أيضا. وضمن نفس المجموعة يواجه المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي مساء اليوم الاثنين في الساعة 9 مساء بتوقيت دمشق بملعب فولفغراند أرينا، ويسعى المنتخب التونسي بقيادة المدرب نبيل معلول لتخطي صعوبات المجموعة وحجز بطاقة تأهله للدور الثاني. وستكون مباراة منتخب تونس وإنجلترا الأخيرة في مباراة اليوم، وهي المباراة الرابعة للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال بعد أن لعبت منتخبات السعودية مصر والمغرب وهزمت جميعها. حقق المنتخب السويدي فوزا غاليا على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن منافسات المجموعة السادسة، ونجح أندرياس غرانسفيك في تسجيل هدف الفوز للمنتخب السويدي في الدقيقة 65 من زمن المباراة والتي احتسبها الحكم معتمدا على تقنية الفيديو. الهدف طبعا سجل من ركلة جزاء. هذا وسهل المنتخب الألماني بطل العالم دفاع حملة دفاعه عن لقبه بخسارة مفاجئة أمام نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة. هيرفينغ لوزانو سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 35 بعدما راوغ أحد المدافعين الألمان ليسكن الكرة في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس مانويل نوير، وضغطت ألمانيا في الشوط الثاني لكنها فشلت في إدراك التعادل. من التعليقات والتغريدات التي وردت حول مباراة ألمانيا والمكسيك اخترنا لكم بعضها. الإعلامي السوري أيمن جادة كتب على فيسبوك حول المباراة: حدثت المفاجأة وخسر البطل وفازت المكسيك بأدائها الشجاع. ألمانيا ليست نفسها بعد رحيل كلوزي وشفانشتايجر وغودسي وغياب ساني الذي كان سيفيدها في يوم كهذا، لكن هذه النتيجة ليست سيئة للألمان وحدهم بل هي خبر سيء أيضا للسويد وكوريا الجنوبية شريكا نفس المجموعة. مقدم برنامج جو شو يوسف حسين غرد على تويتر بعد مفاجآت الفرق غير المرشحة وقال: أيسلندا ضد الأرجنتين والمكسيك ضد ألمانيا، سويسرا ضد البرازيل، فرق خلتنا متفائلين بكرة برجالة نبيل معلول، يفرحوا العرب كلهم بكرة إن شاء الله يا رب تونس. قصده طبعا الإعلامي عن مباراة تونس وإنجلترا اليوم. الممثل المصري وليد فواز غرد أيضا: المكسيك غلبت ألمانيا والمكسيك تغلب من أوروغواي قبل كده، وإحنا تغلبنا من أوروغواي بالعافية، نبقى إحنا بالصلاة على المصطفى من أجمد فرق العالم، مش محتاجة كلام يعني باللهجة المصرية. ساعة
سارة هاني كتبت بتغريدة طريفة قالت فيها أيضا مش عارفة أقوم أشرب من كتر سرعة ماتش ألمانيا والمكسيك. الدوري المصري تنام وتقوم وتشتغل وتعمل فلوس وتتجوز وتخلف وابنك يدخل الجامعة وترجع تلاقي لسه لاعب سليمان لسه نايم في الأرض بيعالجوه. الجمهور الألماني كان حزين على نتيجة المباراة التي آلت إلى خسارة المنتخب الألماني بهدف دون رد. دعونا نتابع. وعلى العكس تماما الفرحة المكسيكية كانت كبيرة بعد الفوز على أبطال العالم. خلينا نشوف كمان. وإلى ريف درعا الشرقي وكيف تابع عشاق كرة القدم والمنتخب الألماني بالتحديد المباراة وكيف كانت توقعاتهم قبل المباراة وردود الفعل بعد خسارة منتخب المانشافت. دعونا نتابع. 4-0 الألمان. يعني ثقة زايدة يعني؟ كثير. ماكينات. ما لا خوف عليهم يعني. أتوقع الماكينات 5-1. 5-1 ألمانيا. مين أكثر لاعب شدك بالمنتخب الألماني؟ والله أكثر واحد عندي أوزيل. وزيل وتوماس ميلر تقريبا 3-1 3-0 يعني للألمانية. 2-1. مين مش متوقع يسجل أهداف اليوم منتخب ألمانيا؟ توني كروس أو مسعود وزيل. جميلة والمكسيك يستحق الفوز والماكينات الألمان حققوا يعني لعبوا بحماس وبلعب يعني جدي بس حظ أوفر. هارد للجميع إن شاء الله الله يعوض عليهم الخير والبركة. يمكن لو دخل غاندوغان كمان بنفس الوقت يعني بيحرق غاندوغان. وبعد هذه النتائج أصبح ترتيب المجموعة السادسة على الشكل التالي: السويد بالصدارة إلى جانب المكسيك بثلاث نقاط وتليهما كوريا الجنوبية وألمانيا في المركزين الثالث والرابع دون أي نقطة. هذا واستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بتعادل مخيب مع منتخب سويسرا بهدف لمثله يوم الأحد في ثاني لقاءات المجموعة الخامسة. وبعد 20 دقيقة من البداية سدد فيليبي كوتينيو كرة من خارج منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل لأبطال العالم 5 مرات، لكن سويسرا انتزعت التعادل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل رأسية تسوبر إثر ركلة ركنية، وعجزت البرازيل المدججة بالنجوم عن تسجيل هدف التقدم رغم محاولات عدة باءت جميعها بالفشل. وبهذه النتيجة تتصدر صربيا المجموعة بعد فوزها بهدف دون رد على كوستاريكا في وقت سابق من يوم أمس الأحد. من التعليقات على مباراة البرازيل وسويسرا لاعب التنس السويسري روجر فيدرير نشر هذه الصورة والتغريدة على تويتر وكتب فيها:
عدت إلى المنزل في الوقت المناسب لمشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا. مجهود عظيم من سويسرا وحظ أوفر للبرازيل في بقية المباريات، علما أن مشاهدين أن روجير ذكر في المؤتمر الصحفي أنه سيعود لسويسرا لمشاهدة المباراة، ومن ثم سيسافر إلى هالي وتكون أول مبارياته في إحدى بطولات كرة المضرب. الإعلامي إبراهيم فاي غرد على تويتر حول مباريات الفرق الكبرى حتى الآن وقال: مونديال مفاجآت ده ولا إيه؟ سويسرا بتعطل البرازيل، وأيسلندا تتعادل مع الأرجنتين، والمكسيك تفوز على ألمانيا. عمر ما يقول بتغريدة طريفة: لا تخلي تعادل البرازيل وسويسرا يمسيك إنه منتخب المانشافت خسر بهدف دون رد قدام المكسيك. وإلى ساو باولو لنتابع ردة فعل البرازيليين على الفرص وأداء منتخب بلادهم الذي خيب أمالهم ضد سويسرا. نتابع. كاميرا تلفزيون سوريا كانت في معرض النعمان بريف إدلب ورصدت كيف تابع عشاق كرة القدم مباراة البرازيل وسويسرا. أنا بشجع منتخب البرازيل وبتوقع أنه يفوز البرازيل 3-1. أنا بشجع منتخب البرازيل وبتوقع النتيجة 3-0 للبرازيل. يعني منتخب البرازيل بشجعه ممتع، بتتفرج له يعني بتستمتع بكرة القدم وبتتفرج لمباراة البرازيل. نرجع للمال، نرجع للانتلاف، نقطة مباراة حلوة. فريق البرازيل ما كنا متوقعين يلعب هذا اللعب، يعني كان في ضعف الانسجام بين اللعيبة بين بعضهم، وما توقعت انه البرازيل تتعادل مع المنتخب الثاني. مباراة كانت حلوة كثير اليوم، والفريق البرازيلي ما كنا متوقعين نقدم اداء احسن من هذا الاداء، لانه الفريق السويسري يعني في تفاوت بين الفريق السويسري والفريق البرازيلي كثير باللعب، ولكن الفريق نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي بمباراته اليوم ضد انجلترا. بدي ارجع من جديد لمحمد وروان. توقعات للنتيجه محمد؟ هلا يعني بصرف نظر عن التوقعات، انا كان بدي احكي كثير على نتائج مبارح ومباراه المانيا، بس روان قمعتني لانه بشجع المانيا، قالت لي ما بخليك. بعد ما شفتهم كيف عم يتوقعوا انه 5-1 و4-1 انتي كسفتهم، بعدين اجى لي بدي اعلق قلت له ما في. بس هو على فكره يعني منتخب المكسيك يعني منتخب قوي، مانو منتخب سهل مثل المنتخبات اللي ما بتكون انه ابدا لها اي صولات وجولات او اي ترشيح. منتخب المكسيك يعني فاز ببطولة الأولمبية ضد غلب البرازيل بإحدى البطولات الأولمبية، فليس بالمنتخب يعني مباراة تستحق، يعني مو أنه بالصدفة فاز، لا كان أداؤه فعلا جيد جدا. شكرا لك كثير وسيم على هذه الفقرة الغنية بشوط إضافي. شكرا جزيلا لك. نحن طبعا مكملين مشاهدينا بلا بشم، لكن بعد هذا الفاصل.